روح لنادي الزمالك، نادي الزمالك جوزيه جوميز بيرحب برحيل اتنين لعيبه، بيرحب برحيل محمد صبحي ويرحب برحيل سيف الدين الجزيري. ايه السبب؟ هو شايف ان سيف الدين الجزيري بعيد عن انه بعيد عن مستواه، هو مبقاش عنده الدوافع انه يرجع نفسه جوه الزمالك. يعني انا بصراحه بامانه، ودي يمكن الشيء بالشيء يذكر، انا عاجبني جدا 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 ناصر منسي جدا، لانه لعيب سبحان الله. يعني برضو شوف ربنا سبحانه وتعالى، ناصر منسي ده جوله اللي جابه في الاهلي في لقاء نهائي السوبر الافريقي اللي اتعادل بيه الزمالك، وكان بدايه او فتحه الباب اللي الزمالك بيها حصل بيه على البطوله. كان ناصر منسي قبل الجول ده بنسبه 99.9 بره الزمالك، بره الزمالك ومش موجود. يعني ومش بس بره الزمالك ومش موجود، هو بره الزمالك ومش موجود ومحدش هيزعل عليه، بالعكس ده كان جمهور الزمالك شايف انه يا عم مشي ناصر منسي وهات لنا اي فرويد تاني بدل ما هو واخد مكان زياده في القايمه. فسبحان مغير الاحوال من حال الى حال. واكيد ناصر منسي في يعني ما وراء الستار وخلف الكواليس اللي احنا مش بنشوفها، اكيد بيعمل حاجه وبيجتهد وبيتعب، لانه ربنا سبحانه وتعالى قطع وعد على نفسه انه انا لا نضيع اجر من احسن عمله. فهو تعب واجتهد، فربنا سبحانه وتعالى دلوقتي ناصر منسي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله بيكح في اي حاجه بيجيب جول، في المحله جونين قبليها مش عارف قدام مش عارف مين يجيب جول، في مفيش قدام سموح، يعني مفيش ماتش بينزله الا لما بيتالق وبيجي جوال. فده اكيد لان الراجل ده صبر وتحمل انتقادات الجمهور في الوقت اللي كان كل الناس بتشتم فيه وبتنتقده وشايفه ان هو عبء على الزمالك وانه لازم يمشي ولازم ولازم ولازم. تحين الفرصه لما جات له، مسك فيها بايديه واسنانه، تالق تعملق، بقى هو فرس الرهان دلوقتي في نادي الزمالك، بقى هو المهاجم الاساسي بعد ما كان بعيد جدا 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 عن انه يلعب مش اساسي، يبقى حتى بديل اول في مركز راس الحربه جوه نادي الزمالك. اللي انا بقوله لحضراتكم ده بقى عكسه تماما اللي بيعمله سيف الجزيري، فده اللي مضايق جوميز، ان المفروض انت سيف انت المهاجم الاجنبي، انت الفرود الاساسي اللي كنت موجود في الزمالك وكنت بعتمد عليك، بعدت عن مستواك، المفروض بقى ترجع نفسك وتوريني في التمرينات وفي التدريبات ان انت عايز ترجع. ده مش حاصل، وبالتالي بقى منفتح جوزيه جوميز ان الجزيري يرحل ويتم استخدام فرود اخر اجنبي بديلا ليه. نفس الشيء بالنسبه لمحمد صبحي، وسبحان الله نفس اللي كنا بنتكلمه على ناصر منسي تقدر تقوله على عواد. عواد اللي كان بعيد عن الزمالك وقاب قوسين او ادنى من الرحيل، وناس كتيره جدا كانت بتنتقده وتقول ان عواد بره خلاص ومش جاي، وهو صبحي اللي جاي وصبحي هو المستقبل وهو الامل، وخلينا في صبحي ومشي عواد وهات حارس تاني. يشاء السميع العليم ان في نفس اللقاء ده، كاس السوبر الافريقي، نهائي كاس السوبر الافريقي قدام الاهلي، يشاء السميع العليم صبحي يصاب، يجي عواد يبقى بطل ونجم المباراه الاول ونجم الشباك هو ناصر منسي، يكسب الزمالك في ركلات الجزاء الترجيحيه، يبقى عواد واحد من اهم الاعمده الرئيسيه في الزمالك اللي بيعتمد عليها جوزيه جوميز، وبلعبه وبتالقه وبمستواه المميز بيبرهن على انه واحد من الاعمده الرئيسيه التي لا غنى عنها داخل صفوف الزمالك، وهو الاحق بانه يكون موجود اساسيا في صفوف الزمالك، واحد من الاعمده الرئيسيه كمان في منتخب مصر. على الجانب الاخر نفس اللي كنا بنقوله على الجزيري هو بالظبط اللي عمله محمد صبحي. مفيش دوافع، مفيش احراج للمدير الفني في التدريبات ان انا لا انا عايز فرصه وانا استحق اخد فرصه بادائي في التدريبات وفي الغل وبالغل الحميد اللي انا بوريه في التدريبات عشان اجبرك كمدير فني انت تلعبني. وبالتالي اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه بقى بعيد عن حسابات جوزيه جوميز، وبقى دلوقتي جوزيه جوميز منفتح على رحيل محمد صبحي من صفوف الزمالك واستقدام حارس مرمى جديد.